رقعة سيول وفيضانات السودان تتسع يوما بعد آخر. اليوم انضمت ولاية دنجولا إلى خريطة المناطق المنكوبة. بالتزامن عداد أرقام الضحايا إلى ارتفاع، والرقم بحسب المجلس القومي للدفاع المدني يقف حاليا عند 89 ضحية، إضافة إلى 39 مصابا. ومع الأرقام المسجلة هذه يتجاوز عدد القتلى حتى الآن الرقم المسجل العام الماضي، والذي كان عند نحو 80 قتيلا. مع عدم انتهاء موسم الأمطار في السودان الذي يبدأ عادة في يونيو ويستمر حتى نهاية سبتمبر، فيما تبلغ الفيضانات ذروتها في الشهرين الأخيرين من الموسم، أي في أغسطس الحالي وفي سبتمبر. كشفت الإحصائيات الرسمية أن عدد المنازل التي دمرت بشكل كامل تجاوز 18,000، مع تعرض 24,000 منزل لتدمير جزئي، فضلا عن تضرر عدد كبير من المتاجر والمرافق. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قال إن إقليم دارفور الغربي وولايات نهر النيل والنيل الأبيض وغرب كردفان وجنوب كردفان هي الأكثر تضررا، في وقت تعاني وكالات الأمم المتحدة من نقص كبير في التمويل وصل إلى أقل من ثلث المطلوب لهذا العام. اليوم وصلت إلى مطار العاصمة الخرطوم طائرة شحن ثانية التي تحمل أطنانا من المساعدات الإنسانية، بعد توجيهات من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بتوجيه جسر جوي لإغاثة المتضررين من السيول والفيضانات التي تجتاح مناطق عدة في السودان. وستنقل المساعدات إلى المناطق المتضررة من السيول والفيضانات هناك، يرافقها فريق متخصص من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمتابعة عمليات التوزيع والإشراف عليها. وأوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز عبد الله بن عبد العزيز الربيعة أن الجسر الإغاثي الذي انطلق يضم مساعدات تشمل مواد غذائية وإيوائية تزن أكثر من 100 طن. من جانبه أكد السفير السعودي بالخرطوم علي بن حسن جعفر على وقفة السعودية مع السودان، وبين أن المساعدات جاءت وفق احتياجات المتضررين في شكل خيم وحقائب منزلية لتوفير الضروريات، معلنا استمرار وصول المساعدات للسودان. بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله وولي عهده الأمين يحفظه الله، يأتي هذا الجسر من العون الإنساني الإغاثي للمتضررين من الأمطار والسيول في عدد من المناطق السودانية. فإن ما ترونه من مساعدات الآن جاءت وفق احتياجات المتضررين، جاءت على شكل خيم وعلى حقائب منزلية. هذه الحقائب المنزلية هي ضرورة لكل متضرر، مكونة من أدوات مطبخ وخلافها التي تعين المتضرر على الحياة حتى يستقر. وخلال استقبال الطائرة قال عضو مجلس السيادة السودانية الطاهر حجر إن السودانيين اعتادوا على أن تكون السعودية سباقة في دعم بلاده في كافة المواقف، معربا عن شكره لهذا الدعم السعودي. نشكر القيادة السعودية عبر مركز الملك سلمان لضربة البداية للجسر السعودي للمساعدات الإنسانية للمتضررين. ونحن في السودان أصلا يعني كالعادة يعني تعودنا على أن السعودية المملكة العربية السعودية كعادتها هي سباقة للدعم السودانيين في المواقف المختلفة، ونحن بنشكر الشعب السعودي لوقفته مع الشعب السوداني، ونشكر ولي العهد برضو بتوجيهاته المستمرة